دير يا اختي، انا مريض وانا كنت خدام وكنت كنمشي الشركات. قبل ما نمرض كنت كنمشي الشركات اللي دقاش عليه كيدخلوا بنادم قدامي، كيدخلهم قدامي انا كيقراو كازا ما كيبغوش يدخلون. طلع لي الدم، قال الشركات دارتهم ديال العين السبعة ديال ما خليش فين درت والو اختي. وشديت مع واحد الدري غارديان، شديت معاه غارديان، المهم مسكين كيعطيني داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي جابو رانا لوليداتو الوالدة، رشي الوالدة راه 85 سنة فمرة. حياتي كانت بخير ولا خير اختي؟ كتب عليك كانت بخير ولا خير؟ كنت خدام والشركات كانوا كيتخاطفو عليا، علاش كنضرب تمار؟ كنخدم السبت والحد، ولا كان شي سوايع نزيد السوايع. اش نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. من نهار طلقت المرأة دابا 3 سنين، ولكن هي اللي بغات هي، كانت الله يعمرها دار تيضربو مسال في الدرب كامل. هي بنت خالي اختي، ما كدبش عليها، كانت الله يعمرها دار. شنو بغيها؟ كدب عليك. عندي مع 3 كان سبات في البرة ومسهلش على الله سبحان الله. دابا انا ملي ما بغيتش نعطاني موافقة فحد رمضان، دابا 3 سنين دابا الصرف حد رمضان، ما قالت لي لا غنمشي لا ما انا مبغيش نطلق ويت جمع شوية. قالت لي زعما مولفة كتمشي للدار وبني من الليل كتمشي للدار كتجي طريح 15 يوم ولا 20 يوم وكتجي مشات مبقاش رجعات. تعقدت تخسير كدب عليك، مرضت واحد المرضى خايبة، مبقاش بغي ناكل ما نشرب، ورجعت على التدخين والمق. أنا ما كدبش عليك أختي، ملي بالحشيش هو اللي تيكالميني، كنت حيدت ورجعت ليه هو اللي تيكالميني، كنسى شوية. وعندي الوالد الله يرحمه مسكين ملي كان با، اش نقول اختي؟ كان تيقول لي البطل. تقول لي بسعيد ولدي، كلي طيح في بيري طيح في بيري، بقى ما يطرحش هادشي، بقى كيسلف عباد الله نفتر من راس للراس. ودابا كان كاسب حد خويا دابا في فرنسا هو الصغير فينا، كاسب لي وكالة وامي، وكالة ماشي مفوضة، هاكا كيتهرب على الضرائب. اختي بغيت حالي انا يكون ميسورة شوية، ما بغيتش يكون عندي بزاف ولا ماشي بنت الناس، وخا تكون يتيمة لأب لأم، فهمتيني؟ لأب لأم وشي خديمة ولا شي بيع ولا شي بيع وشري.